بصوا انتوا مؤخرا الناس برضك كانت مصره اللي هو العب جاست كوز، العب جاست كوز مش عارف ليه، بس هي بصراحه احنا اخر مره لما لعبناها كان الموضوع كان مسخره بزياده يعني. حتى انا دخلت دلوقتي عشان افهم ايه اللي بيحصل بالظبط، لسه بعمل كونتينيو لقيت فيه معارك ونق وبموت في قلش كتير يعني، لسه عامل كونتينيو. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ انا اسماعيل واهلا بيكم في هذه القناه العجيبه. فاحنا دي هتبقى الحلقه الثالثه، خلونا نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط عشان في عك تقريبا بيحصل. طب وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط، انا دخلت لقيت في معركه. احنا اخر حاجه كنا رحنا للست الجميله اللي هي الممثله المجنونه دي، وكان ظبطنا لها السفينه على اساس ان هي كانت بتصور حاجه، وكانت السفينه دي عايزاها تطير في الجو تقريبا. فانا هسيب لكم اللينك ده في الديسكربشن او هتطلع لكم في علامه الاي اللي على الشمال. فخلينا نشوف النهارده ايه اللي عندنا، عشان خلونا نتشيل يعني، النهارده هيبقى جو تشيل شويه، نفهم بس ايه اللي بيحصل يعني. ده ايه ده؟ ما علينا. أكاديمية واناي هي مقر لكثير من المنشآت لغسيل العقول. غسيل دماغ؟ هو برنامج تجريبي. سكان سولينو يلي ما بيقدروا يدفعوا ديونهم بيتم تجنيدهم من قبل العقاب الأسود وبيرجعوا يأهلوهم بالقوة. لازم وقف هالشي. لا، خبركم لما صير بالمنشأة. عندنا مهمة يا ريس. اوكي المفروض ان احنا نوصل الاكاديمية دي، بيستغلوا الناس تقريبا وبيحولوهم لحاجة وبعدين ياخدوهم يدافعوا عن حاجة تقريبا، حاجة زي كده. في جو كده من الهاري الغير معروف، وانا عاجبني ان هم بيتكلموا عربي. ايه ده؟ انا وصلت. اوكي هاي مع الاغوارامية. لا اله الا الله. اوكي واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب، واضح ان انا جيت في وقت ولا لا اله الا الله. ويت خلاص يا كابتن، معلش انا اسف. لا اله ده المعارك دي، ده المعارك دي. لا اله الا الله. باي، ريحي بقى بس كده. هي النقطة هي اللي انا احلاها المفروض، ولا ايه؟ ولا انا بقلش. ومسك الباراشوت كده ليه؟ اوكي انا عرفت ليه انتوا كنت عايزين تلعبوها تاني. عشان العك اللي احنا عمالين بنعمله ده. خد يلا. هو انا عملت ايه؟ ما علينا. اوكي. وانا عملت، انا لحد دلوقتي مش فاهم انا بنيل ليه؟ احنا في الاكاديمية ولا لا؟ ولا احنا كنا بنطلع ناس ولا؟ هم دول الناس اللي كانوا حابسينهم؟ يا والله يا حاج احنا في قلش عمال بيحصل. سينيور ايه بس؟ اتنقل بقى عليه بقى. يا شباب رح نظهر من هون. يلا 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 هنظهر من هون يا جدعان، هنخرج من هنا. استنى ما اشوف الاخ اللي فوق ده بتعمل ايه يعني. ايه ده؟ سنايبر؟ اوكي. العيال يلا. استنى هات الطياره دي، ريحي بقى. فين الاولاد اللي معايا؟ اوكي ولا الله يخرب، انا لازم احميهم. فاش اركبهم بتاع عربيه. طيب ما تركب يا ابني عربيه انت، هو اركب معايا. ولا اركب معايا عربيه اهو. ازاي يا رجاله؟ معلش الصوره جايه لسه جايه المعركه. انجزي يا حاجه، يلا نتحرك. عندي مجموعه على المدخل، بعتوا حدا يدهرهم. عندي مجموعه على المدخل. مجموعة تقوية. هو اللي قال انا ماليش دعوة. بدي تغطية ايه يا حاجة انت وهي؟ مفيش اصلا حد معانا في المنطقة. هو اي قالش وخلاص؟ اوكي انا لازم اروح المنطقة اللي هناك دي تقريبا. وجاري بويز وجارت. ما علينا يا عم سبايدر مان، خلاص بقى ابوس ايدك بقى. من اول الميشن دي بدات تمام، وفي عك عمال بيحصل. ويت كده، في باب هنا تقريبا نفكه حاجه زي كده، نفتحه ايوما اقرب. ليه يا اخوانا؟ انا جاي بسلام. ازيك عامل ايه؟ اوكي. لا قنبله يلا. اوكي طب خلينا نأمن المنطقة بس عشان ما نطلع الناس، عشان في كذا حد هنا. بس بقى وانت بس هطلع لك. لسه ما قلتش؟ طب ماشي.
ادي يوم ايه يا رجاله، صباح الفل يا رئيس. اوكي صار وقت تحرروا حالكم، يلا. اه بشكرك بشكرك، احنا ممنونين كتير. اسكو بقى واتنقل بقى علينا بقى. اوكي هفوت الكافيارهم لحد ما يسكبوا. انجز يا اسطى انت اهو، خلينا نتحرر. لا اله الا الله. اوكي العلقه غبيه تقريبا، العلقه غبيه. هي الطياره دي مش عايزه تنفجر ليه؟ ما علينا. ايوه بقى طير بالطياره، ايوه بقى بالطياره بقى. ايه ده؟ اوكي ما علينا ما علينا، مش عايز اعرف. ما علينا ما علينا. كان نفسي اقعد معاكم بس انا مش فاضي بصراحه، عندي ميعاد مع الاولاد، عايز اهرب الاولاد. قدام اكتر. يا رب كيف بدنا نمرق بهيدا؟ ليه يا سرخنتو؟ افكار، استعمل شنجلك تنسحب الجسر لتحت او فجر الاليه اللي بتثبته. لا ولا احنا اوكي 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 اوكي، الموضوع بدا يبقى سيريس يا جماعه. فين الاخ اللي ضربني هنا؟ شفته؟ راح اوضع عليه، راح اوضع عليه. ده اللي جاي لك. ايه ده؟ اوكي سلاح. اوه بوز يا ابو عمو، بارودي حلوه. اوكي خلينا نفهم بقى ايه، عشان دي هتبقى مهمه من هنا بست نيله. الله عليك يا ابو اسماعيل، وانا عملتها ازاي دي؟ وانا متجامد ولا حاجه؟ ما علينا ما علينا، انا مش بتاعك. خلص يا عم، اللعبه فعلا جامده. اللعبه مسخره. بلالين اللي عماله بتطير في الجو دي، مش فاهم انا مين اللي عمال بيطير بلالين في الجو. اوكي هو كان المفروض نفجر الحاجات دي. لا بصوا انا مش طايزكوا عشان هي العمليه مش طالبه. ده احنا بندمر الحاجات دي. ما علينا ما علينا. اوكي انا المفروض عشان اخليهم يعدوا تقريبا هعمل نفس الحركه. ميردا جسر تاني، راح اهتم بالموضوع. راح اهتم يا اسطى، انت بتتكلم في ايه؟ استنى ويت، اهتم بالموضوع. برنس يا ابو عمو. استنى عشان على استعداد للاطلاق. ولا ليه بيطلع بلالين؟ يا الله وراك. اوكي عم بتحرك. لا اله الا الله، هات ال ام جي ده. باي، دول لسه هترجوا معانا يا جماعه، عايزين نعرف الطيارات بتطير ازاي. ويت انا لازم اعرف الطيارات بتطير ازاي، ما انا لازم افهم. ضاع تشغيل نظام ارض جو. ده جامد جدا. الكنترول بتاع الطيارات حلو. شيفت يا عم، بدون شيفت عشان البتاع تطلع فوق. اوكي خلصنا الميشن الاولانيه اللي احنا حررنا الناس من السجن. دلوقتي انا مش فاهم بقى ايه اللي المفروض نعمله يعني. معلش ده في مباني وفي بلاوي سودا هناك اهي. ده في ايه؟ استنى يا اسطى. ايه ده؟ لا اله الا الله. اوكي هو في بتاع كده في العلامه كده، هروح لها. ريكو راح احدد موقع بروسبيرو روبوتيكا كرمالك. روبوتات درونز طليعه الذكاء الصناعي، كانت بروسبيرو مشغوله بالاستعداد. درونز اوكي اسمعوا، ما بيقدروا يربحونا اذا قدرنا سيطرنا على هذا المعمل وعملنا رجال اليات الخاص فينا. وصلت على بروسبيرو روبوتيكا. لازم تقدر تسحب الخرائط من اجهزه التشخيص باراضي التدريب. اوكي يا وحده التحكم هنا. ما بتذكر اخر مره رحت لعبت. ايوه الله برا. اوكي ما علينا. اوكي هو تقريبا البلو برنت دي موجوده في كذا حته. ريكو فحص وحده التحكم هيديك. اذا فينا نجيب الهليكوبتر ما هيك؟ رح تخش على الله.
ده ايه ده؟ اوكي اوكي، واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب، واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب. تعالى. لا ابو اسماعيل، لا اوكي كفايه، كانت حته حلوه دي ان انا اخد الطياره يا عم. انا فجاه لقيت كله بيلطش في بعضه. باي باي باي، بسرعه 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 الدرون يلا. اوكي هو لسه بايظ. اوكي حصلت على مخطوطات النموذج بي ار 17. باي باي. تن 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 تن، بس هو مش عارف يعمل لي حاجة. اوكي والله في معارك، في عادي تقريبا دخل المنطقة وعمال بيتخانق مع الناس. هي بالحقيقة أجهزة كتير ذكية. اوكي جامدة جدا جامدة جدا. بص انا اول ما بعمل اكسس على اي حاجة بتلاقي الهبل بقى يشتغل. بص دي بتعمل ايه دي؟ ما علينا. ايه ده؟ يا عم ده مالوش ذنب يا اسطى. الو، لا اله الا الله، في درون قدامي يا عم بيخرب بيت القلش. اوكي ده درون اهطل. لا بس اللعبة حلوة، انا مش عارف ليه كان الريب بتاعها معمول ان هو مش قد كده، بس لعبه مسخره صباح يعني، فيها حاجات ودي كلون. مشكله الخرائط مش واضحه، باي. مشفره، راح يكون في مفتاح تشفير من نظام المصنع، بدون المخططات راح تكون بلا فايده. وصلنا فيها، عم حدد لك نقطه وصول على سطح مبنى الاداره اللي تحت. اه تحت. اوكي اوكي اوكي. تن 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 تن. اه دول معانا. ايزي يا ابو عمرو، رح لاقي مفتاح الشفره باسرع وقت. وصول مش مصرح فيه من اجهزه البث الرئيسيه، ضعوا هذا الارسال باي طريقه. بعتوا كل الدرونز الموجوده ودمروا لي هالبرج. ايه جرب انه يضل جهاز البث هيدا شغال يا ريكو. تن تن تن، لقيت مبيد الحشرات تبعي. بقول انا جبت مبيد الحشرات بتاعي. في دبابه رايحه لعندك. راحت يا عم. يا لقيتها، عم بعملها داونلود. 10 ثواني. اوكي وي جوت ات بويز، وي جوت ات. صار عندي مفتاح الشفره، رح بلش بفك شفره الخرائط. انجز يا حاجه والنبي. الله الله، رح نقدر ناخذ يلي بدنا اياه تنصنع الدروس تبعنا. شغل حلو ريكو. بنحكي ساكنتو، بنحكي يا ابو عمو. انت بتتكلم في نمشي ولا ايه؟ في طياره كنت سايبها هنا يا عم. انا عايز اهرب. اوكي انا عايز اهرب من هنا. اوكي ايه ده تن 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 تن. خلاص احنا خلصنا المهمه، نهرب بقى. الهدف بعيد، ارجعوا ركزوا نظركم. الحمد لله هربنا يا ريس. عموما يعني اللعبه ممتعه جدا يا جدعان، يخرب بيت القلش يعني صباح الحماس يعني. بس عموما قولوا لي لو انتوا عايزين ان احنا نكمل فيها تاني ونشوف ايه اللي بيحصل تاني في القصه دي، اما قولوا لي دوت في الكومنتات يعني. فعموما يعني يا رب يعجبكم الفيديو، حابين نشوف فيديوهات تانيه من جاست كوز او من العاب مختلفه، اتاكد انتم لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. ويت يو كان دو ات. نو في حاجه بنسى؟ لا اوكي طيب ما علينا يا عمي بقى، ارجوك والنبي. ادوس لك ايه؟ قلش يا عمي، يخرب بيت القلش، كان لازم ارجع ورا شويه كمان.
لا إله. بص هو البوست بتاعه فين؟ وانا ممنا زاد الطينة بلا ان اللعبة هتعمل لي ريسبون.